اللغة العربية للصف السادس، الوحدة الثالثة، في أي فرقة تشترك؟ مهارة القراءة. الأهداف: قراءة الفقرة من الفقرات المدروسة قراءة صحيحة مع الفهم. أقرأ. الاتحاد أساس النجاح. أنا جائع جدا، أريد أكل التفاح، لكنني لا أستطيع الحصول عليه. لماذا أنت حزين يا صديقي؟ هل عندك مشكلة؟ طبعا عندي مشكلة كبيرة، أريد ذلك التفاح ولكنني لا أستطيع الحصول عليه. لا تحزن يا صديقي ولا تيأس، نحاول الحصول إلى التفاح معا. حسنا، قف على كتفي وخذ التفاح بيدك، هل تستطيع؟ لا يا صديقي، ما زال التفاح بعيدا عن يدي، نحتاج إلى المساعدة. الحمد لله، نحن محظوظان، هناك سلحفاة تأتي، نطلب مساعدتها. أهلا يا صديقتي. مرحبا يا سلحفاة، أتيت في وقت مناسب، نريد مساعدتك لقطف التفاح. أنا مستعدة بكل سرور. طيب، نحاول قطف التفاح معا. وأخيرا حصلنا على التفاح، لذيذ جدا. بالتعاون والاتحاد ننجح. طبعا الاتحاد أساس النجاح. انتهى الدرس، شكرا وإلى اللقاء.